السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. من وين ما كنتوا بتشوفوا قناة فكرة وطبخة مع أم أحمد، أهلا وسهلا بكل صبية جديدة انضمت معنا للقناة، وإن شاء الله القناة فيكم بتكبر والوصفات اللي بتشوفوها بتكون معكم ناجحة بنفس النتيجة اللي إحنا طبعا بنطبقها. سعيد صباحكم، كل أوقاتكم إن شاء الله جمعة مباركة علينا وعليكم. هالفيديو هو عبارة عن روتين صباحي، بس أنا تأخرت عليكم فيه، ما كنت مجهزة الفيديو ولا مجمعته. اليوم إن شاء الله رح أنزل لكم إياه حتى تستفيدوا من بعض الأفكار اللي رح أحكي لكم إياها. أنا هون عملت القهوة، حضرتها، رح أقدم معها السينابون اللي أنا كنت عملته معكم على القناة. ما شاء الله عجينة مثل القطن، وعلى فكرة كان إله يومين وهو طري بدون ثلاجة، مثل ما أنتم شايفين عجينة إسفنجية وفعلا مميزة، والحشوة فيها كمية كثير منيحة، النكهة مميزة. جربوها للوصفة، الوصفة كثير سهلة، عجينتها يعني فيها خطوات بسيطة بس رح تعطيكم عجينة عن جد مميزة وطعم ولا أطيب من هيك. رح تحسوا أنه كل المطبخ بريحتها، وعن جد ريحتها شهية. طبعا اليوم إن شاء الله رح أحضر معكم تتبيلة لورق العنب أو اليلنجيل، بما أنه إحنا يعني إن شاء الله على أبواب الشهر الفضيل حبيت أذكركم بالتتبيلة. بنزلكم بصندوق الوصف طريقة الوصفة كاملة مع طريقة الطبخ، بس أنا اليوم رح أشارك معكم التتبيلة لأنه كثير صبايا بعتولي عن تتبيلة اليلنجيل، فأنا بالصدفة كنت بدي أصورها فرح أشارككم فيها. بس أول خطوة هون أنا رح أعمل كعكة الشوكولاتة اللي الصوص منها وفيها بشكل سريع، رح أعملها بهاي صينية المقاس الصغيرة، فرح تعطيني كمية ما شاء الله معقولة، بس أنا رح أستخدم أكواب جدا صغيرة. خلينا نبدأ بالوصفة بالخلاط. رح أستخدم بشافي الكوكتيل كوب من السكر، كوب من الحليب، وكوب من الزيت النباتي. رح أضيف عليهم 3 ملاعق من الكاكاو. هلا أنا مستخدمة كوب صغير، صينية مقاس أصغر، مستخدمة ملعقة للكاكاو برضو صغيرة، 3 ملاعق من الكاكاو، ضفت لهم نص ملعقة من القهوة سريعة الذوبان أي نوع متوفر عندك، وللنكهة ضفت فانيلا باودر، ممكن تضيفي ربع ملعقة من الفانيلا السائلة. طبعا بستخدم شايف الكوكتيل بضربهم ليصير عندي صوص شوكولاتة سميك. شوفوا ما شاء الله ما أحلاه، لمعة وريحة ونكهة، هو الصوص اللي منها وفيها. رح أرفع منه جزء تقريبا كوب من نفس الخليط، ورح أتركه على جنب وأبدأ أكمل تحضير الوصفة لأنه هي صغيرة، أنا أخذت كوب إلا ربع. هلأ هون رح أضيف حبة بيض واحدة، وأنا بالعادة بضيف بيضتين. رح أترك لكم برضو بصندوق الوصف طريقة الكعكة للمقاس الأكبر، بخلطهم كثير منيح ليصير عندي خليط سائل، بنزله بوعاء وهون ببدأ أضيف عليه المواد الجافة. بالنسبة للمواد الجافة رح أضيف تقريبا كوب لكوب وربع من الطحين بنفس الكوب، راح أضيف ظرف من البيكنج باودر كمادة رافعة، وبقلبهم بالويسكي اليدوي ليصيروا عندي خليط كيك متجانس جاهز. من أسهل وأطيب الكعكات اللي ممكن تحضروها، يعني أنا بصراحة بعتبرها الكعكة الحل المثالي ل يعني أي وضع طارئ، بده يجي عندك حدا ممكن تحضريها بكل سهولة. أولادك طلبوا يعني تحلاية بسيطة وسريعة وراقية بنفس الوقت، بكيفوا وبنبسطوا عليها الصغار كثير، ممكن انك تحضريها طريقتها سهله. هلا لانه احنا كعكتنا شوكولاته الصينيه ضروري ندهنها بزيت وكاكاو، رشه بسيطه من الزيت مع اضافه نقاط من الكاكاو حتى يضل كعب القطعه باللون الشوكولاته، ما بدنا اياها تكون طحين. بغلف الصينيه كثير منيح من الجوانب برضو مثل ما انتم شايفين حتى ما تكون لاصقه، ومن الوسط بسخن الفرن وبرفع الشبك على الوسط. طبعا سخنت الفرن على درجه حراره 180، يعني تقريبا بتاخذ لها ل 20 دقيقه بتكون جاهزه، بس ريحتها بتشهي وطعمها ما شاء الله مثل ما انتم شايفين غنيه بالكاكاو ومفيده جدا خصوصا للاطفال، يعني هي كميه السكر فيها معتدله جدا. استخدمنا حتى الصوص اللي استخدمناه، ما ضفنا اي شوكولاته خارجيه، بنفس الخليط تبع الكيك، فواضح انها مفيده. بدخلها على الفرن وخليني افرجيكم نتيجتها النهائيه. بتختبروها بعود خشبي لتشوفوا انها نشفت وانتفخت، ما في داعي تشعلوا الشوايه لانه هي راح تنشف مباشره من حراره الفرن. هيها هيك بعد ما طلعت شايفين ما شاء الله لونها وارتفاعها، ببدا انزل عليها الصوص. الصوص قوامه مثل ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني لو بدكم تشتروا صوص بصدق ما راح يكون بدون مواد حافظة وبطريقة صحية، بلمعة هالصوص وسماكته
وطعمه اللذيذ. يعني طريقته سهلة وبسيطة، ممكن حتى تحضروا له حشوات الكيك أو تغليف الدوناتس أو أي وصفات. برضو أنا بترك لكم طريقة جدا سهلة لتحضري صوص شوكولاتة مثالي تستخدميه لأي وصفات. هلأ هون إذا بتحبوا تزينوها بشوكولاتة مبشورة أو فرماسلي على شوكولاتة أو مكسرات اللي متوفر عندك زينيها فيه. وهيك أنا صارت معي جاهزة، إما بتقدموها باردة وممكن تضلها لثلاث أيام بالثلاجة وتقدموا منها، أو ممكن تقدموها حتى مباشرة، مجرد ما تماسك الصوص عليها رح تحسوا إنها جاهزة للتقديم. شو رأيكم بالشكل؟ عن جد إنها يعني مثالية لو كان عندك أي مناسبة ممكن تقدميها. رح أفرجيكم بس قطعة منها، ما شاء الله ارتفاع وسماكة القطعة جدا معقولة. يعني بطريقة سهلة وبسيطة حضرنا كعكة بمقاس يعني عائلي وبطريقة سهلة وسريعة ومواد اقتصادية متوفرة عندك بالمطبخ، وتعتبر بديل للجاهز. ومثل ما حكيت لكم هي حل لكثير من الكعكات اللي ممكن انك تستعيني فيها لو كان عندك مناسبة. وعلى فكرة كثير صبايا تتبيله اليلنجي اللي حكيت لكم عنها. الورق ما شاء الله طبعا انا مخزنته من العام الماضي، طبعا نقعت كميه من الرز. الاشياء اللي انا راح اضيفها هي اللي راح تعطيها نكهه جدا مميزه عن اي تتبيله بتحضروها. هي عباره عن بقدونس مبشور بصل او مفروم بصل ناعم، ممكن حتى تستخدموا بصل اخضر، هون احنا بنركز على الاشياء الخضره. وروحه التوم، يعني كد ما حطيته راح يعطيها نكهه طيبه. برضه بنضيف صوص البندوره وبندوره مقطع، بس البندوره لاني ما بدي اياها تتهرس راح اضيفها بالاخر. نعنع يابس مجفف وفلفل اسود وملح. بتحبوا تضيفوا اي توابل اخرى زي ما انتم بتحبوا، طبعا هون اكيد الكركم لانه مفيد والملح حسب الرغبه. بتضيفوا ماجي باودر او ماجي مكعبات، انا راح اضيف مكعبين للنكهه. برضه راح اضيف دبس الرمان، عصير الليمون، وراح اضيف زيت الزيتون. بترك لكم كل المقادير بصندوق الوصف وببدأ أقلبهم بالإيد يعني يبين عندي الخليط كيف نكهته وريحته. رح تحسوا الريحة ما شاء الله عن جد مميزة. وبالنتيجة النهائية بعد هيك بضيف عليها البندورة المكعبات، ضروري تكون حمرة حمرة طرية، بضيفها وببدأ أجهز فيها ورق العنب. بتمنى إنكم تجربوا طريقة التتبيلة وإن شاء الله إنها بتعجبكم. إذا عجبكم فيديو اليوم ما تبخلوا عليه إنكم تدعموه بتعليق عليه على اليوتيوب حتى يوصل لأكبر عدد من المشاهدات.